ما عم لاقيها لا بالمطبخ ولا بالصالون. تمام خلص اهدي شوي، اكيد رح نلاقيها. هي امانة عنا. مسال كتير ذكية، اذا ما كان بدها انه نلاقيها حتى لو قلبنا البيت فوقاني تحتاني ما رح نلاقيها. خلينا نهدى ونفكر منيح، اذا حاولنا نفكر مثلها وين ممكن تكون تخبيت؟ في احتمالات كتير. الجنينة، خلينا ندور فيها. ما بظن. ليش؟ عمي نبه كتير على مسال ما تطلع من البيت، وهي بتسمع كلمة أبوها دائما. معقول تكون بغرفة المكتب؟ نحن ما دورنا هني. مسال، قلي لي أنت هون شي حبيبتي؟ يا ربي وين ممكن تكون تخبيت بنت عمي؟ خلينا ندور ورا الباب. يمكن. برأيي خلينا ندور. ايه يلا يلا. ما انا موجودة هون. دورنا بكل مكان، انا بستسلم. شو رأيك نرجع ندور بالغرفة مرة تانية؟ كلامك صح، خلينا ندور. مسال أميرتي؟